أنا الآن في جامع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ميقات أهل مكة والمقيمين في مكة. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمر عن المرحومة آمال محمد الحاج إبراهيم أم أحمد رحمها الله وأسكنها فسيح جناته. أنا الآن في صحن الطواف، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمر عن المرحومة آمال محمد الحاج إبراهيم أم أحمد رحمها الله وأسكنها فسيح جناته. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وذرية خيرا من ذريتها وزوجا خيرا من زوجها، وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم انقلها من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود يا رحيم يا ودود يا رب العالمين. اللهم أنزل على قبرها الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم جازها بالحسنات إحسانا بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كانت محسنة فزت في حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز اللهم عن إساءتها. اللهم تقبل منها القليل وتجاوز عنها التقصير يا من تجير المستجير ومنجي الغريق والمكروه ومنقذ البائس من الضيق والهموم. نسألك إجارتها ونجدتها في قبرها ورحمتها وتسلية أهلها. اللهم أذقها الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها. اللهم اجعل لها كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احمها تحت الأرض واسترها يوم العرض ولا تخزها يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم افتح أبواب السماء لروحها وأبواب رحمتك وأبواب جنتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقها شربة هنيئة مريئة من حوض سيدنا محمد لا تظمع منها أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.